ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. يا ربي السلامة، شوف شنو وقع لسيدة مسنة بعد انقلاب سيارة. لقيت سيدة مصرعها مساء أمس الأربعاء في حادث انقلاب سيارة بالطريق الوطنية رقم 4103 بين المقيرصات وزومي بإقليم وزان. وحسب مصادر مطلعة فإن الحادثة خلفت مصرع سيدة سبعينية تنحدر من دوار أفرا في عين المكان، فيما أصيب ابنها 55 سنة بجروح خطيرة. وأكدت نفس المصادر أن الضحية كانت متجهة نحو مدينة تطوان لقضاء عيد الأضحى المبارك، حيث عثر على الكبش العيد بالصندوق الخلفي للسيارة.